يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المطلقة هل كل ما في بيت زوجها يصبح ملكا لها بحيث تأخذه بعد انقضاء عدة الطلاق؟ هذه خصومة يرجعون إلى المحكمة، إذا اختلفوا إن سمح لها الزوج بها الحمد لله، وإذا ما سمح وهي تطلبه لابد من القاضي. نعم. ولكن العلماء يقولون ما يختص بالنساء فهو لها، وما يختص بالرجال فهو للزوج، لكن لازم من نظر القاضي فيها، من اللي يحدد ما هو خاص بالنساء ويحدد ما هو خاص بالرجال إلا القاضي. نعم.